إخوان إخوان مصري. يا جماعة أنا لبست ب 10 جنيه. إيه يا جماعة؟ يا جماعة الأول أنا أول مرة أفوز ب 10 جنيه، بس هنعمل تحدي ب 20 و 50 و 100. اسمعني يعمل التحدي التاني اللي يكسب. إخوان مصري. أنا يا جماعة طبعا ده مفيهاش كلام. هلك طب يا جماعة كده أنا خدت 20 جنيه. هنرجع لكم تاني في التحدي الجديد. دلوقتي هنعمل تحدي جديد على 50 جنيه. استنى. 1 2 3 أنا يا جماعة دي مفيهاش كلام. أنا طبعا اللي كسبت ال 50 جنيه. بقى معايا كده 70 جنيه يا جماعة. 50 جنيه. طب يا جماعة هو اللي كسب التحدي. طبعا هنرجع لكم في التحدي يعني في المرة الجاية التحدي الجاي. بدأنا نتحدى على 100 جنيه. أسري. أنا يا جماعة اللي فزت. أنا يا جماعة اللي فزت طبعا. هنعمل كمان تحدي على 100 جنيه ونشوف مين اللي هيفوز. أيوة يا جماعة. أنا هنعمل كمان تحدي. هنعمل كمان تحدي على 100 جنيه. استنى. يلا. ونشوف هي الاخ هيكسبها ولا انا اكسبها لتالت مره. هنشوف تاني للتحدي تالت مره. بنعمل تحدي على 100 جنيه. يلا 1 2 3 انا يا جماعه انت فزت بال 100 جنيه في اخر مره. يلا يا جماعه هنعمل كمان تحدي على 100 جنيه. انا فزت مرتين وهو فاز مره. لو انا فزت المره دي يبقى كده خلاص انا فزت، ولو فزت المره دي يبقى نعمل كمان مره. عشان ايه؟ عشان اللي يكسبها يبقى هو الفائز. يلا نبدا. 1 2 3 انا يا جماعه اللي فزت كده مرتين. انا جايب في التحدي الخامس اللي هو على 100 جنيه. في التحدي الخامس كان كنت انا فزت. يا جماعه احنا متعادلين 2-2. اللي هيفوز بالمره ديت يبقى هو الفائز. يلا 1 2 3 الله. انا يا جماعه انا فزت. التحدي اللي فات اللي هو الصواريخ هنعمله دلوقتي مع نور دريم. ممكن نور دريم. 1 2 3 انا الاول واحد. وانا طبعا يا جماعه اللي فزت وخدت ال 20 جنيه. وانا اللي فزت بقى. وهنعمل طبعا يا جماعه ان شاء الله هنعمل كمان مره على ال 50 جنيه اللي هناك ديت. 1 2 3 وانا الاول اللي فزت الاول. وانا طبعا يا جماعه بقى يبقى انا كده فزت في الجوله الاولى. والجوله الثانيه وهنحضر الجوله الثالثه ونرجع لكم. ويا جماعه ده طبعا اخر تحدي بيني وبين يزيد، وهنشوف بقى مين اللي يفوز على ال 100 جنيه. وان شاء الله انا 2 3 الله. طبعا يا جماعه انا اللي كسبت الثلاث جولات وفزت بال 100 جنيه. يبقى انا فزت بال 20 وال 50 وال 100. وانا بقى يا جماعه طبعا اللي فزت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان اشوفكم كل جديد. وتطلع على الكل عشان اشوفكم كل جديد. سلام.